الذين آمنوا وتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع يا طفشان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع يا مهموم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه أومن ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني كلهم كفار لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا اسمع بعده ماذا قال: والآخرة عند ربك للمتقين. قال بعدها الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا
فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله أكبر أفلا تعقلون